عاش المليك فين غادي نسكنوا وانت واحد ما غادي يجلس لي في ارضك وانت معايا خذي ارضك هذا خديتيها عامره ايوا دير مع الناس حلوه خويا ولا في الارض راه ماشي غتشرد لا فين غادي نمشيو الانسان غيمشي ما كاين 10 رد وروح للزنقه 10 رد نقول لك علاش كاين الناس ساكنين هنا فوق 60 عام يعني تقريبا راه من عهد الاستعمار وهما ساكنين هنا كاين اللي تزوج هنا ولد وليداته هنا وهذا السيد دعم واحد 8 سنوات هذه واحد 8 سنوات هذه وكيدير لهم بصفات انهم محتلين وجات الدعوه الاولى والثانيه وداروا العدم عدم قبول الطلب في المحكمه الابتدائيه ومن اللي قاد شغله واستوفى الشروط ديالو دار لهم دعوه بتهمه الاحتلال باش ثبت عليهم هو الاحتلال في هذا السكن هذا الناس السيدة اللي كانوا ساكنين عند مولات الموالي البلاد الاولين كانت ما يعني ما كانت لا علاقة كرائية ما كانت شي صفة كتجمعهم بانهم كاريين ولا ساكنين ما كان لا توصيل لا عقد كراء لا والو ناض هذا السيد مؤخرا واحد 8 سنين هذه شرى البلاد وجا لهاد البلاصة قال لهم اسيدي دار لهم الافراغ بدعوة انهما محتلين للبلاد وهذا هو الواقع والناس راه كاينين هنا راه ماشي غير ماشي جوج دابا مدعيين وراه كاينين فوق 7 العائلات ولا 8 العائلات هنا مهدين بالتشريد والناس راه بوليداتها هنا وما عندهاش فين تسكن راه اللهم انا هذا منكر الا كاين شي حل شي حل الوسط نديروا معاهم شي حل ديال الوسط شي حل اللي يناسب الجامع اللي يرضي الطرفين لا هذاك السيد وهذا السيد هذاك السيد هو الى بلاد ويساهم شويه ويدعم هاد الناس شويه وكلنا يدبر على رزقه وتا حد ولاش غنديروا حنا اش غنوقفوا البيضه في الطاس ونديروا هاد الحاله كامله صاحبي على واش على والو عاش الملك عاش الملك راه ما خرجش يمشي راه ما خرجش يمشي يدير حل مع هاد الناس يدير حل يدير حل مع هاد الارملات راه الناس كيديروا عاد شفاف باش معيشين ولاد عاد يزيدوا يشردونا فينا شردونا فينا نمشيو الله يورينا فين غنمشيو انا عندي 57 عام عقلت راسي هنا هاد السيده تا هي راجلها قدي قدو في السن لقينا روسنا هنا السيد مات خلى مرته وبنياته البنات تزوجوا ومشاو بحالهم بقات المراه مسكينه مرت ولدها هي هجاله هي هجاله هاد السيد هذا شرا في 2013 ولا 2016 ما عرفتش امتى شرا مشى دعاهم قال لهم هاد الناس اترموا لي على الارض واش كاين هاد القانون عاد نصبحوا ساكنين واش كاين عمل عطاتنا وين جماعه عطاتنا الحق باش نسكنوا عاد نصبحوا ساكنين ما يمكنش مشينا للعماله درنا حمله مشينا للعماله السيد العامل قال لنا ودي حنا القوة العمومية عمرها ما تخرج لكم ما كاينش واليوم عاد تفاجئنا بالقوة جاتنا جاتنا القوة الدراري الصغار تخلعوا العيالات تخلعوا كل شيء تخلع حيت هنا بنادم على قد الحال ما كاينش شي وحدة اللي عندها شي سند صحيح ولا والو مساكرة والله اللي ما خرجت ضربت الميناج لا كالته من اللي جات القوة سيدي جا العون بدا كيهدد فينا حيدو خلوني ندخل حنا ما خليناش يعني حامينا على روسنا وحامينا على البراكه هذه راه هي اللي جا معنا وهي اللي مستقر فيها راه الدراري تبارك الله نجمعهم لك شي 10 الدراري في هاد البراكه اللي باغا تريا يعني هاد 10 بحال حنا كبار كبرنا وهاد 10 الدراري فين غنديهم فين غنديهم تشرد نديهم يتشردوا لا اله الا الله محمد رسول الله وهذا ما كان ساكنين حنا هنا 60 عام الوالد ديالي زيد هنايا والوالده تزوجت هنايا ولدتنا هنا وانا في عمري 40 عام واختي كبر مني مجوجه ووالده هنايا وهذا السيد شاري الارض في 89 كنتفاجئوا به حتى كيجي يقول لك حنا طرامين عليه على الارض ديالو كيقول لك حنا ترامينا عليه على الارض ديالو واش هاد الارض حنا ملي ترامينا عليها ما كاين مخزن ما كاين السلطه ما كاين بوليس ما كاين حتى حاجه غادي غير نجيو نتراموا لي على الارض ديالو ونسكنوا فيها حنا زياده وخلق هنايا قارين هنايا الحاله المدنيه ديالنا هنا لاكارت هنايا كلشي هنا هاد السيد دعانا كيقول لك فرغوا ليا تفاجئنا بالحكم ديال الافراق كيقول لك خويا وحنا فين غادي نمشيو فين غادي نتشردوا الام ديالي مرا كبيره في عمرها 60 عام فين غادي تمشي للزنقه اختي والده بولادها عندها 3 الاولاد مرت خويا ميت ليها راجلها عندها بنت فين غنمشيو واش هاد السيد ما داش معنا حتى الحوار باش غيتفاهم معنا قال لك خرجوا لي هكاك ما نعطيك لا ساكن لا حتى حاجه واليوم جاب لنا القوه وجا قال لك باغيكم تفرغوا لي هاد الارض ديالي حنا فين غادي نمشيو ضروري خاصو يعطينا البال
البادلي، الا بغانا نفرغوا ليه عطيونا البادلي، حنا من اليوم ما نباتوش هنايا. واش كاين شي واحد باغي تكون في هذه الحاله، في هذا العشوائي؟ الشتا عليه، البرد عليه، القطره عليه، اي حاجه جات حنا فيها. واش شي واحد كيقبل بهذه العيشه؟ حتى حد ما كيقبل بها.